بارك الله فيكم. هذا سائل سوداني يقول: إذا ارتكب الشخص جريمة ونفذ فيه الحكم الشرعي ولتلك الجريمة، فهل عليه عقاب على نفس هذه الجريمة في الآخرة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن قائل إن الحدود كفارات ومطهرات، ولا يجمع الله عز وجل بين عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة على ذنب واحد. ومن العلماء من يقول إن الحدود إنما هي زواجر، إنما هي زواجر ولا تمنع العقاب في الآخرة. أما أهل القول الأول فيرون أن الحدود جوابر، وهؤلاء يرون أن الحدود زواجر. وعلى كل حال، إذا تاب العبد إلى الله مع إقامة الحد عليه فإن الله يتوب عليه، إذا تاب من الذنب واستغفر وأقيم الحد عليه فإن الله يتوب عليه ويعفيه سبحانه وتعالى من عقوبة الآخرة. أما إذا لم يتوب فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه بين أهل العلم. نعم.